في 2014 حد قال لي انت أيقونة مصر، ايه اللي دخلك الدولة دي؟ إيه مش كده دكتورة هلا؟ ولا قال لي انت ايه بطل مصر، اوعى تخش، اوعى ايه لحسن بعد كده حي ايه حي يعني هيقطعوك يعني. قلت له لو كان تمن بنى الدولة دي مش تقطيعي، موتي انا حاملها. يعني الرصيد ده